السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من أخبار إيطاليا. اليوم عندنا العديد من الأخبار، وللأسف من بعد ما فقدنا الأخت فوزية والابنة ديالها في الأسبوع اللي داز، البارح في الليل فقدنا طفلة مغربية اللي سميتها منار، الله يرحمها، وإن شاء الله راه ملائكة، إن شاء الله راه المثوى ديالها الجنة إن شاء الله يا ربي. وكذلك الأم ديالها يا إخوان ما تبخلوش عليها بالدعوات ديالكم، راها في حالة خطيرة على حسب ما كيكتب لنا الجورنال دي بريشا، يعني هادشي في البروفينس ديال بريشا. كنتكلموا يا إخوان على واحد العائلة مغربية، على حسب ما كتب الجورنال دي بريشا هو أنها من بعد ما احتفلوا بواحد عيد ميلاد في الجريدة، هما والأصدقاء ديالهم وهما راجعين للبيت مع ديك 11 ديال الليل، الأم والبنت كانوا قاطعين الشانطي، الأب كان من وراهم وكان دافع الكروسة ديال البنت الصغيرة، كانت عندهم بنت أخرى عندها أشهر قليلة، جاية طوموبيل كاس كاس كبيرة قري، قطعات الشانطي، ضربت البنت وضربت الأم. البنت الصغيره الرضيعه غتعتق بلطف الله، علاش؟ حيت الاب ديالها بدات كتبكي وهو يبغي يهز من الكروسه، الوقيته اللي هزها بالكروسه الوقيته اللي جات ديك الطوموبيل وضربت البنت والام ديالها. كما كتشوفوا معايا البنت اللي ماتت راه سميتها منار وعندها عير 9 سنين، الله يرحمها والله يصبر الاب والعائله ديالها الصغيره والكبيره. وكما كنت قلت لكم ندعيو مع الام اللي كما كيكتب هنايا الجورنال دي بريشا مولتو غرافي، يعني راه الحاله ديالها صعيبه، نتمنوا من الله انها ترجع الصحه ديالها كامله ان شاء الله. هذا الشيء اللي بغينا، الاب راه تكلم مع الصحافه كذلك، وهانتم الصور يا اخوان، راه هذا الشيء في ستري شيبيدوراني يعني في ممر الراجلين. لذلك يا اخوان هذا السيد انا اقسم بالله الا سمعتو النهار كامل هما قالبين عليه الراديو، النهار كامل هما كيدويو عليه. وتكلمت مع واحد الصديق ديالي في خدمه ايطالي، قلت ليه شوف بنادم كاين شحال احمق، يعني ضارب على الاقل وقف، انا ما كانش كيسحب لي اصلا مغاربه ولا شي حاجه، قلت له على الاقل مني ضرب يوقف لاش هرب. والصباح كامل وهما في الراديو كل ساعه كيعاودوا يقولوا هذاك الشيء في الاخبار وكيقلبوا كيقولوا الطوموبيله راه قري، واللي شاف واحد الشيفروليت قري يبلغ بها البوليس ولا شي حاجه. حتى السيد مني كثر عليه الضغط ايطالي راه سلم راسه في هذا البوميريجو، مشى سلم راسه للبوليس. وكنتمناو حنا من البوليس، واخا كيفما قال الاب، قال لي مني سولو ميلا ريدارا على بنتي ورت واحد ما غيرجع عليا، ولكن قال لي مع الاقل عاونوني نلقاو شكون اللي ارتكب هذه الجريمه الفحشاء. لذلك يا اخوان صراحه ما يصعب التعليق في بحال هذه الامور، لا حول ولا قوه الا بالله، والله يرحم البنت الصغيره والله يصبر الاب ديالها والعائله ديالها والام ديالها. والام ديالها كنتمنوا لها انها ترجع الصحه ديالها في اقرب الاوقات. والحاجه يا اخوان اللي مؤسفه وتحز في النفس، يعني من غير اننا فقدنا بنتنا طفله صغيره ان شاء الله المثوى ديالها الجنه يا ربي، هو التعامل ديال الصحافه يا اخوان، ما ذكروش الجنسيات بتاتا، يعني مغربي عائله مغربيه كلها خرج فيها سيد ايطالي بالطوموبيلته ما دواوش على الجنسيات. كون كان العكس، كون كان المغربي اللي خرج في عائله ايطاليه كون راك تلقاهم كلهم داوين سافيني ولا ميلوني خارجين كيدويو من الصباح وكل شيء كيدوي عليه في الفيسبوك وفي تويتر، مني ولا السيد ايطالي والعائله مغربيه تكتم يا اخوان بواحد الطريقه خايبه بزاف. يعني كاين تعامل يا اخوان مخجل من الصحافه الايطاليه مني كيتعلق الامر بسائق ايطالي وسائق اجنبي. فيما يخص يا اخوان الحدود المغربيه، بلجيكا تنضاف لالمانيا ولاسبانيا وكتسد الحدود ديالها، ماشي غير مع المغرب، مع ديك 14 دوله و15 دوله اللي الاتحاد الاوروبي قرر انه يفتح الحدود معاها. بطبيعة الحال إلا هما فتحوا الحدود، المغرب باقي لحد الآن سادة، والمغرب لحد الآن باقي ما أعلن على حتى شي تاريخ. بزاف ديال التقارير الصحفية، بزاف ديال الصحفيين قال لك ربما نهار 10 نهار 11 الإخوان، 10 11 بقات ليها 4 أيام، يعني وباقي ما دواوش باقي ما تكلموش. نتمنوا خير صراحة، واخا أنا كيبان لي يعني الأمور صعبة. إيطاليا هذاك القرار اللي خدات أنها ما تخليش الناس يدخلوا غير الأغراض اللي هي ملحة راه كيتزاد يتاكد ليها بسبب داكشي اللي واقع في روما. روما 14 حاله اللي لقاو اليوم فيها 12 شخص من البنغلاديش، يعني كنتكلموا على طائرات اللي كتجي في هذوك الرحلات الانسانيه، بحال كيف ما كانت ايطاليا كتنظم رحلات من المغرب باش ترجع الناس اللي واحدين في المغرب، راه كتنظم رحلات باش تجيب دوك الناس اللي واحدين في البنغلاديش، كتجيبهم يا اخوان كيديروا لهم كونترول في المطار، ولكن داك الكونترول يا اخوان راه غير مرفع. كذلك كاين تساؤلات، واش الناس اللي كيقولوا لهم ديروا الحجر الصحي 14 يوم واش كيجلسوا في ديورهم ولا لا؟ وكاين تساؤل كبير، ربما كيجلسوا في ديورهم ولكن حيت هما كيكونوا كثار في الديور، زوافري كتلقى حتى الدار فيها 10 ديال الاشخاص، ربما واخا يدير الحجر الصحي في البيت ديالو راه سهل جدا انه يعادي الدراري اللي ساكنين معاه. لذلك يا اخوان هاد المسائل كلها اللي كتشوفوا ما كتعاونش ان ايطاليا تعاود يعني تقول واحد اجي لا القضيه مزيان نفتح. القرار اللي خدات ايطاليا هو انه الطياره الماجيه اللي غتجي من البنغلاديش واللي في الايام القليله القادمه غادي تكون وغتجيب الناس اللي عاقل في البنغلاديش الثاني،
قرروا انهم الطياره كيف غتنزل غيديروا لهم التحليله ديال الطامبوني كاملين، يعني غيديروا لهم التحليله ديال الفيروس كاملين قبل ما يخليهم يدخلوا لروما. لذلك يا اخوان حاجه اللي استغرب لها وهي العدد، هاد الدراسه اللي دارت استطلاع رأي 54% من المغاربه المقيمين بالخارج يخططون للقضاء عطلتهم الصيفيه بالمغرب. راه قريتهم مزيان انا هاد الاستطلاع الرأي اللي دارته شركه سيو ماركتينغ لموقع يا بلادي. وكيف ما كتشوفوا يا اخوان 54% ديال الناس باغا تمشي تقضي العطله الصيفيه ديالها في المغرب، راه كيجيب لي الله على بحال بنادم باقي ما عرفش الخطوره ديال الوضع اللي عايشينه، باقي ما عرفش الفتره الزمنيه والفتره التاريخيه اللي كنعيشوا فيها دابا. كنعيشوا في واحد الفتره اللي تاريخيه، وحنا كنقولوا ربما الحاله الوبائيه في ايطاليا مسيطر عليها، الحاله الوبائيه في المغرب مسيطر عليها، ولكن ما كاينش غير المغرب وايطاليا واوروبا، كاين دول اخرى في العالم يا اخوان اللي كاين الناس كيتوفاو بالالاف يوميا. يعني راه ما عرفتش انا يا بنادم في هذه الحاله وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت باغي يمشي يدوز النص ديال المغرب وباغي يمشي يدوز الصيف. انا مع اتخاذ قرار كيف ما اتخذته ايطاليا، تسد الحدود ديالها المغرب حتى هو يسد، ولكن بالشرط انه الناس اللي عندها باغا تدخل للخدمه، باغا تدخل لعند العائله ديالها، باغا تدخل على حسب الصحه، باغا تدخل لقضاء حاجه ملحه يدخلوا. هذاك الشيء اللي دارت ايطاليا، يعني مفتوح الاغراض اخرى ملحه ومسدود للسياحه باش بنادم ينزل يدوز العطله ديالو الصيفيه في المغرب. هذا الشيء انا ماشي معاه يا اخوان، نبقاو واخد الحيطه والحذر. الله يجازيكم بخير. فيما يخص اخوان الحاله الوبائيه في ايطاليا، راه الحاله مستقره مع واحد الارتفاع خفيف، وكيرتفع داك الرقم اللي ما ارتفعش منذ 12 شهر 5 يعني شهرين، هادي ارتفع البارح وحتى اليوم كيرتفع. غادي نمشيو نشوفوا الارقام بالديتاي. وانتم يا اخوان ما تحقروش الفيروس وما تقولوش راه ساهله، لا خرجتوا ديروا الماسكرين الله يجازيكم بخير. كنتكلموا على 208 الاشخاص اللي لقاو في اخر 24 ساعه، والعدد الاجمالي كيرتفع ل 241819. الناس اللي كيتشافوا لينا اليوم راه غير 133 رقم، من اصغر الارقام اللي كنسجلوا في ايطاليا من عدد الشفيات في الاخر ربما 3 شهور. كنتكلموا على 192000 شخص و241 اللي تشافوا. فيما يخص العدد ديال الوفيات الحمد لله راه حتى اليوم ناقص، كنتكلموا على 8 الاشخاص اللي توفوا، والعدد الاجمالي كيوصل 34869. الناس اللي حاملين الفيروس راه كيتزادوا اليوم ب 67 شخص، البارح تزادوا ب 27 ربما الى ما خانتنيش الذاكره، واليوم 67، والعدد الاجمالي ديالهم دابا راه كيبقى في 14709 ديال الاشخاص اللي مرض. العدد ديال التحاليل الاخوان اللي داروا اليوم في ايطاليا راه صغير بزاف، يعني كنتكلموا على من 30 في شهر 5 يعني شهر هذا وسيمانه راه ما عمرنا سجلنا شي رقم بحال ما هكا. اليوم يا اخوان كنتكلموا غير على 22000 تحليله، يعني ماشي 22000 شخص، غير 22000 تحليله، ربما الناس اللي دار لهم تحليله اقل من 10000. لذلك يا اخوان نمشيو نشوفوا الحالات والجهات. قلنا اليوم في ايطاليا تسجلت 208، في هذه 208 يا اخوان عندنا 111 حاله في لومبارديه، 38 في ليميليا رومانيا، الفينيتو حاله وحيده، البيمونتي 6 حالات، لي ماركي ما كاين حتى شي حاله، ليغوريا جوج حالات، الكامباني 27 حالات، توسكانو جوج حالات، السيشيليا حاله وحيده، لاتسيو 19 حاله، فريولي فينيتسيا جوليا، لابروتسو، بوليا، اومبريا، بولتسانو، كالابريا ما فيهم حتى شي حاله، سردينيا حاله وحيده، وفاليدا وسطا، ترينتو، موليزيو، بازيليكاتو ما فيهم حتى شي حاله. اليوم الحمد لله كيبان لك بزاف المناطق ما فيهم حتى شي حاجه، وبزاف المناطق فيهم حاله حاله حالتين، وكاين يعني نقولوا واحد ربعه ولا خمسه الحال الجهات اللي فيهم الحالات اللي مرتفعه شويه، ولكن كل المناطق الايطاليه على ما يرام الحمد لله. اما فيما يخص الحاله الوبائيه في المغرب يا اخوان، راه الحمد لله يعني كاين اخبار الخير، كاينه اخبار اللي مزيانه، وللاسف يعني كيتوفاو اشخاص اليوم. يعني الرقم ديال اليوم الحالات اللي لقاو في المغرب 164 اللي كيبقى رقم يعني بدا كيتنازل شويه مقارنه بالايام القليله اللي دازت. العدد الاجمالي كيوصل 14379، الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم اليوم راهم 17895، يعني اليوم اخوان راه درنا الكونترول اكثر من ايطاليا، يعني الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم اكثر من ايطاليا. كذلك العدد الاجمالي ديال الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم منذ بدايه الوباء في المغرب راهم 769260. الرقم اللي ممتاز وكيفرح هو الرقم ديال الناس اللي تشافوا اللي كيوصل ل 448 شخص، العدد الاجمالي كيرتفع وكيولي 10173 شخص. للاسف كيتوفوا جوج اشخاص اليوم، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي توفوا راه 237 شخص. كنترحموا عليهم والله يرحمهم والله يصبر العائلات ديالهم يا اخوان. كذلك الناس اللي كتاخذ العلاج حاليا في المغرب راه كينزلوا الحمد لله تحت 4000 من بعد ما البارح وصلوا 4200.
اما فيما يخص اخوان توزيع الحالات حسب الجهات راك ما كتشوفوا معايا مراكش اسفي ودائما بسبب البؤره ديال السردين وديال شركات ديال الحوت راه كيوصل 54 حاله في اخر 24 ساعه. طنجه الحسيمه 41، فاس مكناس 29، العيون الساقيه الحمراء 12، قلمي مواد نون 12، دار بيضا سطات 7، دار الرباط سلقنيطرة 7، بني ملال خنيفرة 2 الحالات. وفيما يخص إخوان هذا الخبر اللي غادي نمر عليه مرور سريع جدا وباش نطول فيه بزاف، ولكن كان لابد ما أنني ندير واحد التوضيح حيت بزاف ديال الصحف العربية كترات منه وبداو يعني بحال كيخلعوا بنادم وداك الشيء، كيهضروا على رجوع ديال الطاعون الأسود، الطاعون الأسود اللي كان قتل ثلث ديال سكان أوروبا في 1300 1400، يعني كنتكلموا على القرن 14. تسجلوا 2 حالات في منغوليا. الناس اللي داروهم في الكوارنتين راهم 140، والسلطات المحليه قالت لهم ما تبقاوش تاكلوا اللحم ديال المرموطه. المرموطه اخرى كتقال المرموطه حتى بالعربيه، راه هو هذا الحيوان هذا هو من الفصيله ديال السنجبيات، يعني بحال السنجب كياكلوه كياكلوا اللحم ديالو خضر هما يا اخوان ما كيطيبوش اصلا. وراه هذا الفيروس يا اخوان راه متواجد منذ قدم الزمان وكل سنه كيقتل 2000 شخص في العالم كامل، ولكن حتى شي واحد ما كيدوي عليه. علاش دابا كيدوي عليه؟ حيت كاين هذا الوباء وباغا كاين البلاد مخلوع وداك الشيء كيخرجوا ليه قاعد الاخبار. الحاجه اللي مهمه في هذا الشيء كامل هو انه هذا المرض يا اخوان راه كيتشافى غير بالانتيبيوتيك. الانتيبيوتيك وبحال الطاكيبيرين ولا شي حاجه راه كيداويه. هذا الوباء راه ما بقاش كيخلع، وحتى لا كاع كانوا شي جهات فيه ولا شي حاجه راه دغيا كيسيطروا على الامر يا اخوان. يعني ما تخافوا ما حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي مخيفه ولا اللي غتوصل لينا. وكيفما ديما يا اخوان لا يصيبنا الا ما كتب الله علينا. الفيديو ديالنا كيسالي اليوم هنايا، تهلاو ليا في ريوسكم، ما تبخلوش علينا بالتعاليق وباللايك ديالكم، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.